هنشوف دلوقتي بعرض البطيء لحظة وفاة الشاب سمير. شوفوا زي ما انتم شايفين، شوفوا ده الفيديو بتاعه بعرض البطيء وهو سيارة بتتقلب. طبعا احنا عندنا كل الأخبار الجديدة، ربنا يرحمه طبعا ويغفر له ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة. ادعوله بالرحمة، احنا في أيام مفترقة في رمضان. ولو وصلت لحد هنا وشاهدت الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، أي فيديوهات جديدة لو عندنا في القناة هنا. وشكرا لكم جميعا ورمضان كريم.